يا صباح الفل والسعادة والتفاؤل على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال. هكون معاكم أنا أمل علام، ولمدة نص ساعة من دلوقتي في برنامج حقي وحقك، ومعايا في الاستوديو زميلي صفوت قمر. يا صباح الفل يا صفوت. صباح الفل يا أمل، وصباح كل حاجة جميلة على أحلى مشاهدين. في نهاية كل حلقة كنا بننهي الحلقة بجملة مختلفين ولكن معا للنهاية. حبيت النهاردة في بداية الحلقة أقول لكم إن إحنا لسه مختلفين، ولكن هنظل بقى معا لحد نهاية الحلقة بعد موضوع حلقتنا النهاردة. الله أعلم، يعني ربنا يستر. هنفضل مختلفين برضه. طيب، خلينا نقول إنه أي شخص سواء راجل أو ست هو بيبقى عنده شوية مواصفات حاططها في خياله عن شريك حياته، والحقيقة إن هو أول ما بيلاقي المواصفات دي أو ممكن يلاقي حتى صفة واحدة منهم بس تكون بالنسبة له صفة أساسية جدا ومهمة، بيبتدي هنا يبقى فيه قبول وفضول برضه، يعني الاتنين بيبقى عنده قبول وفضول، فيبدأ من هنا رحلة الصيد بقى. صيد كده على طول، خليتها صيد. هي رحلة الصيد طب بالظبط. خليني في الأول كده أعرفك وأعرف المشاهدين يعني إيه صيد. الصيد ده أنت بتبقى عايز توصل لحاجة معينة، بس بتوصل لها بذكاء، تاخدها كده على سهوة، وبتبقى محتاج تكتيك زي رمي الشباك كده، يعني موضوع محتاج تكتكة يعني. محتاج تكتكه. وبص، انا يعني هو في الاخر الراجل هو اللي بياخد الخطوه النهائيه او الخطوه الفعليه، وهو اللي بيروح يتقدم للست. بس هنا بقى يجي سؤال، ايوه. هو مين الصياد الحقيقي بقى فعلا، الراجل ولا الست؟ لا الراجل، لا الست. لا الراجل. من اولها يا صفوت، خلينا نتفق بقى، مش كل مره نقعد نتخانق، خلينا احنا نتفق. مش هنتخانق جامد، يعني مش عواديش ان احنا مش باين هنتخانق اهو، خالص، باين ان احنا مش هنتخانق. بس خلينا يعني هنعرف مين الصياد الحقيقي، الراجل ولا الست، ولكن خلينا نطلع فاصل ونواصل.